يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. متى يدخل الناس في السلم كافة؟ في الدولة المهدوية. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، المستضعفين، نعم لم يقل المسلمين. متى هذا يحصل؟ في آخر الزمان. الذي نعم يقول أن الظاهرة المهدوية ليست من إسلام القرآن، هو أصلا في الواقع لم يتأمل، على الأقل لم يفهم هذه الآيات القرآنية ليظهره على الدين كله. متى يحصل هذا؟ الدولة المهدوية. الذي يقود عملية التغيير شخصان عظيمان، واحد أعظم من الثاني، محمد الذي هو حفيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. حفيد فاطمة، يعني من ذرية إبراهيم، يعني من آل إبراهيم، يعني من آل محمد. هذا القائد الأول. القائد الثاني هو المسيح عليه السلام، شخص المسيح، وليس ممثلا عن المسيح. المهدي هو ممثل، هو محمد بصورته المصغرة. نعم أما المسيح بنفسه سينزل. كيف أنتم إذا نزل عيسى فيكم وإمامكم منكم؟ إني تارك فيكم الثقلان كتاب الله وأهل بيتي، لن يفترق. حتى يرد عليك. طالما القرآن موجود يعني في هناك إمام موجود. إذا الأئمة الاثنى عشر ثابت عندنا كما هو ثابت قطعا، فإذا الإمام الثاني عشر سيبقى حيا ما دام أن القرآن حي. موجود. نعم.